حواسكم للتنميه. زي ما انتم عارفين احنا في 7 دول مختلفه في اوروبا وفي الشرق الاوسط، وفي اطار اوراسكوم للتنميه عندنا في مصر عدد من المدن المتكامله اللي بنبنيها، منها طبعا مدينه الجونه، ودي مدينه اللي احنا بنيناها وطورناها وما زلنا بنشتغل عليها وبنديرها منذ اكثر من 30 سنه. واحنا الفكره كلها كانت ان ناخد الخبرات والمعيشه اللي المواطن بيعيشها في مدينه الجونه ونحاول نجيبها في القاهره، ودي نبع منها فكرة أوست، وهي فعلا دي أوست، هي الجونة في القاهرة. فيها برضو نفس الحياة المتكاملة اللي احنا عاملينا في الجونة، ايه؟ مش بس البيوت والعقار وهكذا، ولكن كمان الناحية الثقافية، الناحية التعليمية، الناحية الصحية، والناحية الرياضية. النهاردة احنا بنفتتح او بنحط حجر الاساس لنادي أوست. نادي أوست ده هيكون اساس الناحية الرياضية في أوست. النادي هيكون على مساحة 38 فدان، يعتبر من أكبر النوادي في القاهرة وأكيد من أكبر النوادي في غرب القاهرة. أوست مدينة متكاملة زي كل المشروعات اللي بنطورها كشركة أوراسكوم للتنمية. بنتكلم على تقريبا 13,000 وحدة سكنية، بنتكلم على 5 مدارس، بنتكلم على النادي اللي احنا النهاردة بنحتفل بوضع حجر الأساس بتاعه، بنتكلم على مستشفى، بنتكلم على مركز لريادة الأعمال، بنتكلم على مكاتب إدارية، وبنتكلم على أماكن تجارية متعددة ومتنوعة. مشروع كبير بيهدف لأن هو يقدم فكرة المدينة المتكاملة مرة تانية زي ما احنا قدمناها قبل كده في مشاريع مختلفة زي الجونة على سبيل المثال. وبنهدف بالمقام الأول لتطوير البنية التحتية المجتمعية بتاعت المكان اللي بنتواجد فيه. بندور على ازاي ان احنا نكون إضافة حقيقية مش بس للمكان اللي احنا فيه والمكان اللي احنا حواليه، غرب القاهرة بشكل واسع. الحقيقة انه نادي أوست جزء اساسي من المشروع، جزء مهم جدا من اللي احنا بنحاول نعمله. بنتكلم على 38 فدان باستثمارات مئات الملايين علشان يكون هو المنصة الاساسية اللي بنقدر ان احنا نوسع بيها رقعة ممارسة الرياضة. بنجيب اكاديميات، بنقدر عن طريق الاكاديميات ان احنا نطلع ابطال يزودوا القدرة التنافسية للرياضة المصرية. بس في شق تاني كمان غير الشق الرياضي في النادي، اللي هو الشق الثقافي والاجتماعي، لانه جزء من البنية التحتية اللي بيتم اعدادها في النادي بيمكنه ان هو يستضيف الفعاليات الثقافية والفنية والاجتماعية المختلفة.